هلا شخصية يمكن قد ما احكي عنها بتبقى شهيتي مجروحة فيه. عن جد يمكن لما بدك تعرف صديق ما بتعرف كيف بدك تعرفه، ما بتعرف وين بدك تحطه بأي كادر، لأنه قد ما تحكي عنه بتبقى مقصر. هو المحترف، هذا اللي بقدر أقوله، هو الذكي، هو اللي بيعرف وين يكون، هو الشخص يلي ما بيهمه الألقاب، لأنه بيعرف أنه كل ألقاب العالم ما بتعني له قدام مهنيته، قدام مصداقيته، قدام تعامله أيضاً مع الآخرين. شخصية متواضعة جداً، شخصية محبة، ولذلك الكل بحبوه. طبعاً تعرض لكثير من الهجوم، تعرض لكثير من الانتقادات، ولكن كفى مسيرته، وعلى الرغم من ذلك بقى محافظ أيضاً على المستوى يلي مشي فيه. رئيس تحرير خبر موقع خبر عاجل وايضا الاعلامي زكريا فحام الصديق المقرب لي، اهلا وسهلا فيك. يعني ناسي صراحه بعد هالمقدمه بعتقد لازم التزم الصمت يمكن بيعبر اكثر من الكلام. دايما هيك. وبتشكر محبتك ومصداقيتك واللي قلتيه هو ارتجالي، يعني نابع من القلب 100%. عن جد من قلبي، وانت بتعرف هذا الشيء. زكريا، اليوم انت على الساحه الاعلاميه تارك بصمه لا شك، وبعرف انه هذا الشيء نامي مع مسيره طويله تعبت لوصلت لها. اكيد تعرضت لكثير هجوم، تعرضت لكثير انتقادات، ورغم ذلك بقيت واقف، بقيت صامد. خبرنا عن هذه التجربه. تجربه حلوه ومره بنفس الوقت، بس لا تعرفي او تعلمت من هذه التجربه اذا بديك، اخلق من الالم قوه، واخلق من حقق حلمي وطموحي من خلال الناس وحكي الناس. كل ما شخص حكي عنك ذكرتني اذا انا موجود. كل ما شخص انتقدك يا بتتعلمي من انتقاده اذا كان بناء، يا اما يمكن يجرحك ويأذيك بمحل ما، وهون ما لازم تتأثري ولازم تكوني قويه عشان تقدري توصلي. بيوصلني كثير حكي انه زكريا حكى عنك كذا وكذا، ما بيعنيني الموضوع، بيعنيني انا وين صرت. ما بتطلع وراي، بتطلع قدامي. بدعس وبضلني ماشي. يقال انه لسانك سيف ذو حدين، يعني بتعرف انت الشخص اللي بدك تعطيه حقه وبتعطيه حقه، والشخص اللي بتحس انه لا ما بيستاهل انك تكرمه او تعطيه من قيمته بتفتل ظهرك وبتمشي. صح. قد ايه هذا الموضوع انت كاعلامي زكريا اثر على علاقتك بالاشخاص؟ كثير صراحه. وما بيعني لي الموضوع، انا حقاوي للماكسيموم للاكستريم، ونحن للاسف بلبنان والدول العربيه ما بنحب الانسان الصادق. ما بنحب الانسان الموضوعي. ليه؟ اليوم اذا حكيتك موضوع بتقولي لي اف زكريا انت جريء. هيدي منا جرأة، هيدي صراحة، بس صارت بمفرد الجرأة. لانه ما بقى نقدر نقول الحقيقة. بختلف كتير مع فنانين، بس اذا هيدا الفنان اختلفت معه صدقا وصايرة كتير، عمل اغنية حلوة رغم اختلافي معه بكتب عنه وعن جمالية العمل. هيدي الموضوعية بالصحافة، مش لانه انا عندي مشكله مع ناس بقوموا بصفي حساباتي على الصعيد المهني. انا بطلت صحفي. انا صرت شخص عم بمتهن تصفيه الحسابات. وللاسف 99% اليوم من المهنيين والدخلاء على المهنه عم يشتغلوا بهيدي الطريقه. كتير. انا لي خط خاص فيني بزعل الفنان او غير الفنان، اخر همي المهم ضميري مرتاح، ألمي محافظ عليه مثل ما تعلمت بالجامعة، وأحلى عم بعمل وعامل مدرسة خاصة فيي. أكيد. وراضي عن نفسي. شو سميتها لهالمدرسة؟ ما اسمها زكريا فحام بكل تواضع يعني. أكيد. زكريا، اليوم بعرف وشفنيك عبر السوشيال ميديا ورينا شو كتبت، أنه أنا زكريا فحام ما بقى بآمن بشيء اسمه ألقاب، وبتمنى من كل المعنيين ما بقى انا بحاجه لاخذ هيدا اللقب. مع العلم يمكن كثار من الاعلاميين حصلوا على القاب من شخصيات ومن جمعيات معروفه جدا وكانت اضافه لمسيرتهم. شو كان الاضافه لك وشو يلي ما كان اضافه؟ لكن اللقب ما بيصنع انسان. واللقب مش هو الاساس لتعملي خطوه ان كانت انسانيه اجتماعيه او غيرها. ولكن اللقب بيساعدك وبدك تعرفي كيف تستغليه. يعني اليوم انا لما لقبت سفير الاعلام العربي من بعد رئيس سفراء الاعلام العربي، قدرت بذكائي وبحنكتي استغل هيدا اللقب ودق ابواب ناس كثير كبار. عملت له قيمه للقب. اللقب ما بيعمل قيمه للانسان، انت بتعمل قيمه للقب
إذا كنت محترفة عارفة كيف تشتغلي. شو اللي صار؟ جردت من كل الألقاب لأنه حسيت أنه اللقب لعبة وكذبة كبيرة، كذبة كبيرة كتير كبيرة صراحة. لما اليوم شخص عم بكرمك عم يعطيك لقب سفيرة أي جهة كانت، بعد فجأة بعد سنة أو أقل أو مدة يعني معينة بتلاقي شخص آخر أخذ نفس اللقب، أنت 20 سنة عم تشتغل وعم بتضحي وعامل اسم وبصمة وإلى آخره، وهذا الشخص هو دخيل منه أساس بالمهنة، أكيد بتتدمر معنويا ونفسيا. فلذلك أخذت القرار ما حدا يدق لي وما حدا يحكيني ولا حدا يعطيني لقب. لو بدي أخذ لقب يعني عالمي ما بيعني الموضوع، بكل تواضع بدي أقول لك إياه، مش بتكبر بكبرياء، أوكي، إنه أنا اسمي زكريا فحام، اشتغلت بمادة المهنة الصحافة والإعلام 20 سنة، حتى كلمة إعلامي ما بدي إياها، ما بتل يعني ما بتليق في اليوم. اليوم أنت ناس إعلامية اجتهدتي واشتغلتي وتعبتي، اشتغلتي سياسي، اشتغلتي فني، اشتغلتي اجتماعي، اشتغلتي كل شيء بكل المجال. هذا الإعلامي لما تيجي واحد تلاقي أنت زميلتي اليوم تلاقي حدا صفة إعلامي وبتعرفي إنه شو تاريخه، قدي بيستفزك الموضوع. بتقولي لا أنا ناسي السيد ونقطع السطر، وأنا زكريا فحام ونقطع السطر بكل تواضع. زكريا عندك أعداء وأنت بتعرف وأنا بعرف وكل المشاهدين بيعرفوا، الله يزيدهم كل ما زادوا كل ما نجحت. قدي اليوم يعني عم تحكي عن الألقاب، ولكن أيضا أنت من الأشخاص يلي بيكرموا الإعلاميين يلي بيعطوا للأشخاص حقهم على الصعيد الإعلامي طبعا من خلال خبرتهم نجاحاتهم البصمة يلي تركوها. إذا بدنا نحكي عن الفرق بين اللقب والتكريم، برأيك أنت لما أنت عم بتكرم هيدا الصحافي أو هيدا المراسل ما بتكون عم تعطيه لقب أيضا مشرف لقلو؟ لا، هو كأفضل إعلامي كأفضل مراسل. أنا ما بعطي. أنا مع عمري من يوم اللي بلشت بالسن الأولى خبر عاجل من 11 سنة عملت أول حفل وعملت تصويت وعطيت ألقاب أفضل إعلامي واندمت أو تراجعت. حليك ليش؟ بكل بساطة، اليوم موقع خبر عاجل له بالسنة الأولى، مين هو خبر عاجل بالسنة الأولى؟ عم نحكي من 11 سنة بعده منطلق جديد. أي ثقة بدك تعطيه؟ ألف مبروك يعني نحن 11 سنة 11 سنة لانطلاق موقع خبر عاجل. يمكن ما بعرف أنا قصرت بهذا الموضوع، ولكن هلأ عبر شاشة النيو فيجن بدي لك زكريا انطلاقة مباركة بعد مسيرة طويلة من الناجحات اللي أنت حققتها، مسيرة طويلة من البصمة اللي تركتها، ومين ما بيسمع بموقع خبر عاجل. حبيبتي أنت أبدا ما بتقصري، طالما المحبة باز بالقلب موجودة بعرف شو حبيبي. اسمحي لي هلا بدي اتشكر النجوم اللي تعاون وكذا، بس بدي بهذا الموضوع اليوم انت إلي انا السنة الاولى 11 سنة بلشت صح. عملت كريمات وعملت تصويت. طب مين خبر عاجل ليكون التصويت صح 100%؟ لما بدك تعملي تصويت بدك تكوني انت عالمية، بيكوني شيء كتير مهم. لقلك ليه؟ لأنه تكوني عم تظلمي الشخص اللي انت يعني يوم إذا حطيت أنا صوته لأفضل ممثل، حطينا منى واصف، حطينا نادين الراسي، حطينا سيدي عبد النور. طيب ما في ناس ما بيفوتوا على الموقع وبعده سنة أولى، يعني انت ظلمتي التصويت أساساً صح. يعني ما أنه مزبوط التصويت صحيح. بس وين الثقة الحلوة وين؟ والروعة لما اليوم تحكي مع السيدة الكبيرة سيدة الشاشة منى واصف بالسنة الأولى لخبر عاجل، تقولي لها بدي أجيبك على لبنان لكرمك، وتيجي هي ومازن النوري، وتيجي هي ومصطفى الخاني، وتعود مسلسل صبايا السعودية ومن تونس ومن المغرب من الجزائر، اجى عدد كتير كبير من النجوم بالسنة الأولى. أنا صراحة انصدمت إنه شو هالمحبة هاي، وعملت ضجة كتير كبيرة بسوريا وبعض الدول العربية. من هون حسيت إنه انطلاقتي ثابتة 100% وانطلقت ورحت. عملت كريمات، التكريم يختلف عن اني انا سلمك لقب او انا لك افضل. من يومتها من بعد هاد السنين ما بقى اعطي القاب، صرت انه شخص يستحق التكريم اليوم كلمة. مثل مراسلين الاخبار اليوم تيجي بتكرمي مراسل صار له سنه ومراسل صار له 11 سنه، وهلا بهيدي اللحظات نحن عم يمرق الفيديو ايضا من نشاطاتك اللي انت قامت فيها، وكمان ما بعرف اذا فينا مرق فيديو للتكريمات اللي انت حصلت عليها كمان زكريا. نعم، اليوم تيجي بتكرمي السنه مراسل اخبار و12 سنه، بقول لك الكبير انه انا لا ما بدي اتكرم مع الصغير.
خاصة بعد الموضوع يا عمي. مراسل الأخبار مش بس قصة خبرة، قصة اليوم أنت على الأرض عم بتضحي. إذا لا سمح الله صار أي مشكلة اليوم، رصاصة ما بتعرف إذا أنت صارك 10 سنين ولا صارك سنة، ما بتعرف إذا أنت عندك هالخبرة الطويلة ولا الخبرة بعد جديدة. أنت اليوم أنا بكرم لشجع، وأنا بفتش على الأشخاص اللي خلف الكواليس، مثل التكريم مثلا الشعراء والملحنين والموزعين. تعمل غنية مثلا نانسي عجب أو هيفا أو ما بعرف مين، بيقولوا لي أوف نجحت الغنية، برافو نانسي. شو برافو نانسي؟ طب ما عندك الشاعر، عندك الملحن، عندك الموزع، في ما وراء الكواليس أكيد. توجت الغنية بالنجاح بصوت نانسي، بس الشاعر وينه ما يتكرم، الملحن وينه ما يتكرم، الموزع وينه ما يتكرم. هذا اللي عملته أنا. أنا بحس عند أشخاص خلف الكواليس، مثل التكريم مثلا العازفين الموسيقى القدامى، توفى منهم كم حدا من كم يوم الله يرحمهم، عازف الناي وغيره وغيره. طب انا قد ايه كنت فخور ومبسوط انه انت كرمته يوم اكيد، اذا بديك اللي كرمتهم. مصورين الصحافه، طب مصور الصحافه اليوم على الهامش ما حدا بيطلع فيه، ما حدا بيعطيه حقه. هول الاشخاص اللي انا ببحث عنهم لقلهم شكرا، يعطيكم العافيه، مش اكثر من هيك. كان في عندك عتب زكريا على زيارة ماكرون للبنان وتوجهه مباشرة إلى، من بعد لقاء رئيس الجمهورية بقصر بعبدا، توجهه مباشرة إلى لقاء السيدة فيروز. وأنا كمان كان عندي عتب كتير كبير، مش بس على السياسيين بلبنان، أيضا على اللبنانية. يعني بنستذكر يمكن السيدة فيروز بالصبح، ويمكن بكل الأوقات نحن دايما بنذكرها، ولكن كان العتب كتير كبير أنه كبار السياسيين الموجودين من أكبر رأس لأصغر رأس ما شفنا استذكر السيدة فيروز، وللأسف يمكن هذا الاستذكار عم بيكون من الخارج تقديراً للعطاء يلي قدمت. دائماً بخارج بقدرك أكثر من أهل بلدك، وهذا للأسف اليوم أنا بظهر لبرا بكرموني بمصر، بيعملوا قيمتي كأعلامي وكذا، بتيجي على لبنان مبسوطة وفخورة، بلبنان ما بيعملوا قيمتك ولا بيحسسوك يعني بقديش انت شخص مهم عم تعطي وتنتج وتضحي. وشفنا يعني في مسيره طويله كانت لكبار الاشخاص، عنا وديع الصافي الله يرحمه، عنا الشحروره صباح، يمكن هولي كمان من الاشخاص اللي ما اخذوا حقهم. نعم. باخرتهم للاسف. هو مش اكثر من انه عتب، هو زياره ماكرون الى السيده فيروز الى منزلها المتواضع، هو سيف ذو حدين. اليوم أنا كزكريا بكل بساطة وبكل تواضع وبكل محبة عم أقولها، ما عندي نقم على أي شيء، يمكن بشوف إذا ماكرون إجا يمكن راح زار أهالي الشهداء اللي سقطوا بانفجار بيروت. بيروت بعد اليوم مش عم تنبض بالحياة، عم تنبض بالدم، بعده الدمار موجود، بعده الإزاز مكسر، بعد البنايات واقعة، بعد بكي يعني. يمكن اختياره لزيارة السيدة فيروز التوقيت مش كتير كان صح 100%. بعرف حتى معنويات كتير كبيرة، الشارع اللبناني كله استنفر وكان حابب الخطوة، الإعلام شفنا الصحافة كذا بالضبط. عامل لك هو زيارته سيف ذو حدين. يمكن الحد الإجابة منه إنه بزعلنا إذا بدك، بس هو نفس الوقت إجابة إنه رئيس بلاد فرنسا اجا، هذا فخر للبنان طبعا كثير كبير. هو مجرد فات عند الست فيروز هو تكرم، ويلي عمله ما حدا عمله بكل بساطه. هيدا بدي اقوله، ما حدا عمله، ولا رئيس جمهوريه فكر اليوم يعطيها وسام او يمكن يجي يزورها ببيتها بهالتواضع الرائع البسيط. صح. البسيط، مش نحن شعب بحب الشو اوف. صح. ماكرون نزل على الشارع، عبط الناس، بوس الناس، راحت فيروز بهالتواضع. يا ريت هيك شيء بعيد عن كل هالشو. شخص سياسي بس واحد عن جد زكريا للأسف ينزل على هالشارع يقول للعالم انتم شو بدكم، يسمع صرختهم. بعد لهلا ما شفنا اصلا، يمكن هلا بيخافوا. نعم، بس انا كنت حابب انه من الست فيروز اللي احنا متعطشين لرؤيتها، اللي هي نعتبرها رمز، تفتح مجال للاعلاميين. لا ما ضروري تعمل لقاءات، تطل بس طلي طلي بس هيك تلمح بايدها، هيدا تقدير للناس اللي واقفه على الشارع. فيروز هي قدوه للناس. بتعرف انه سيدي فيروز هي شخص ما بحب الاعلام، ما بدنا ما طلبنا منها لقاءات. انت انسانه مثلك، بس رحمه بالاشخاص الموجودين، بس من طل من الشباك. صدقيني كانت عملت يمكن ضجه اكبر ما انه من زياره ماكرون، لانه نحن لبنانيه وبحق لنا نشوفها. بركي يمكن لها رساله، يمكن بركي كان لها رساله من هذا الموضوع، انه هي كمان عتبانه. يمكن الشعب ما ذنبه، عتبانه على الدوله، بس الشعب نحن بنحبك. نحن اول منوعه
اول ما نوعه بنحط فيروز بالمطار، فيروز بكل العالم فيروز. ماكرون قال بحبك يا لبنان. عن جد يعني لو طلعت بس شوي بس هيك اشرت بايدها على الناس انه تقديرا منهم شكرا انه جيتوا على يعني كانوا بالشارع كلهم برا، كانت كتير حلوه منا. بس الموضوع كتير طويل، بس انا مش قصه عتب، بس اذا بدك هيدي رؤيتي وهالمشاهد اللي شفتها يعني مش اكثر من هيك. زكريا قبل ما ننتقل لحديثنا الاخير بما تبقى لنا من وقت، كان قلت لي بدك توجه تحيه. بدي وجه تحيه كثير كبيره للفنانين بمناسبه يعني. اول شيء 11 سنه بدي بس نوه او ذكر شغله، خبر عاجل بلشت مطبوعه جريده، اول جريده فنيه بلبنان. من بعدها تحولت الى موقع الكتروني، نحن اول موقع الكتروني اذا بدك بلبنان كفني، ومن بعدها جريت المواقع. بدي وجه تحية لكل طاقم العمل وكل المندوبين أو مدراء المكاتب لخبر عاجل، إن كان بسوريا بالمغرب بالسعودية بالأردن وهو إلى آخره. معنا وقت لسميهم كلهم، بس كل حدا يعني بتشكروا وأنا حافظتهم. بس بدي تشكر لأنه مدير تحرير اللي هو خي وحبيب محمد شعيب اللي صاروا معي من يوم اللي فتحت الموقع، ورنين مزبودي مدير العلاقات الخارجية نور. كمان وجهلها تحية. نور بسوريا كمان نور أردمالي كمان، وأيهم غانم بسوريا، يوسف طالب بالأردن، محمد بالسعودية. سمي وسميهم كلهم. انت سميتي ولا شيء. ما فيك تبلش باسم ما تختمهم كلهم. كتار كتار وجهة تحية. تحية لكل نجم، إن كان فنان، إن كان إعلامي، إن كان ممثل، شو ما كان، صديق بعت لي فيديو 182 فيديو وصلني. عن جد يعني هذا إذا بينم عن شيء بينم عن نجاحك، عن نجاح الموقع، عن البصمة اللي أنت تركتها فيهم. أنا بترجمه محبة. عن جد بتشكرهم. بعد في ناقص أنا كده. هلا أنا قلت. بتشكرهم كلهم. أكثر فيديو ضحكني إذا بتسأليني فارس كرم حبيب قلبي. حبيبي فارس. كانت طريقة إذا بدك تهنئة عفوية كثير مهضومة كانت. عن جد عن جد. بحبهم كلهم، شكرا كثير للقلب. زكريا إلى الموضوع الأخير، هذا ما في أنا أسكت عنه. كتار من الأشخاص يلي كانوا عم بياخدوا صور أمام المشهد المؤثر، المشهد اللي بيحمل كل الأوجاع، يمكن لو كل أوجاع العالم عبرت، نحن ما بنقدر نعبر عن حجم الكارثة الإنسانية والنفسية والتعب النفسي اللي مرينا فيه من بعد تفجير المرفأ. أنت من بين الأشخاص يلي أيدوا نوعا ما بعض الإعلاميين يلي تصوروا، ومن الأشخاص يلي انتقدوا بعض الأشخاص أيضا يلي عم بتصوروا أمام هيدا المشهد. أكيد. اللي بعد في أنقاض تحت الركام. نعم. لكن بدي لك شغلة، في عنا مشهدين شفناهم. أنا بحكي بكل صراحة بكل موضوعية، وهيدا رأيي يعني كل إنسان عنده رأي. الناس اللي نزلت تصورت تحت اكيد احنا ضد مليون بالمية، وخاصة الدموازيل تصورت وهي نص مزلطة على يعني على صح. على على دم على الشهداء. ما بعرف اذا فينا نشوفها هلا بهالوقت. بتأسف وببكي حزن على اللي صار. هذا يعبر اذا بدك او يمن عن جهل بعض الناس وبعض اللبنانيين موجودين، او العائلة اللي نزلت تصورت وهي عم تعمل سيلفي. يا عالم انتوا عم تتصوروا على جثث، عم تتصوروا على دم شهداء. هون بدي اتوجه بتحية كتير كبيرة لأرواح الشهداء. أكيد. ويشفي كل المرضى، وإن شاء الله يا رب كل إنسان مفقود يرجع يعني يتلاقى. إذا عم تحكي بالنسبة للإعلامية رابعة الزيات، أنا بصراحة شفت وجوده هو كان منه سيلفي، منه متعري مثل ما شفنا بعض الصبايا، منه شوف، منه شوف هو. كان رسالة، كان في رسالة بدها توصلها. يمكن الناس أو بعض الصحافة وبعض الناس سبقوا الحدث. يمكن كان مفروض أنه قبل ما تعمل هذا الشيء تنوه للناس انه انا رايحه لاعمل كذا وكذا، حتى لي بس تبعد عنا اذا بدك الاقلام الحاقده، او تبعد عنا وجه الرصاص بوجه. تعرضت صراحه لحمله انتقادات كبيره، وما خص عائلتك حتى كمان. فانا بعتبر وجوده هو رساله مش اكثر من هيك. بعرف انه يمكن في اشخاص اكبر يمكن يكونوا موجودين، بس هي جدا الفكره انها تكون موجوده 100%. ولكن يمكن ايضا للاسف العالم ما بقى عندهم ثقه كمان بحملات التبرعات يلي عم بتصير، لانه عم بصير في لانه ما وصل لهم، ما وصل لهم شيء يعني. كثير من الاشخاص يلي تضرروا، ضررت بيوتهم، راحوا بيوتهم، راحت سياراتهم، ما وصل لهم شيء. بتسالهم حدا حكيكم ايه رحنا وقعنا بس ما وصلنا شيء. وهذه رساله ايضا لكل العالم، لكل الدول. اتمنى رجاء خاص لكل الدول يلي عم تتبرع على لبنان، على امل انه يكون في تشكيل لجنه
لجنة مختصة من قبلكم أنتم تتابع أنه هيدي المصاري وصلت للأشخاص يلي بيستاهلوا أنهم يندعموا. هلا أنا حسب معلومات أنه كل التبرعات واللي عم يوصلونا من برات لبنان عم بيروح على لقيادة الجيش اللبناني، هو اللي عم يهتم مش كلهم بس عم بيكون في أفراد عم يتبرعوا. وأكيد أنا مليون بالمية وعارف ولامس وشايف، ما بحكي إذا ما شايف المصاري اللي عم توصل لبعض الناس عم يستغلوها لقلهم هني. هيدا هو أكيد إحنا عنا سأكيد هيدول حيتحاسب عليها اليوم مية بالمية. هذا اللي عم بقول بس ما حدا، يمكن أنت عم بتقول رح يتحاسبوا عليها، ولكن ما عم بحسوا، ما عم بحسوا بهذا الشعب اللي عن جد في كارثة للأسف. أنا بس خليني يمكن بدك تختمي واجبك كمواطن لبناني اني وجه تحية كتير كبيرة واحترام وتقدير الى كل الدول العربية وغير العربية اللي مدت يد العون الى لبنان. أكيد. انا شفت المشهدية والصورة بيروت الام المريضة التي تحتضر، فكانوا اولادها واحفادها واصهرتها وكل اللي بيحبوها كانوا حوالين بيروت. بيروت رجعت تنفست من جديد بمحبة هالناس، فإن شاء الله تضل هيدي المحبة موجودة، وهيدي المحبة اللي بتعز على نفسنا نقول لدولتنا الكريمة استحوا اللي استحوا ماتوا يا عب الشوم عليكم. إذا الغريب بنحسه قريب والقريب عم نحسه غريب، ما أصعبها يا ناس إنك أنت مواطنة لبنانية تحسي حالك غريبة بوطنك وغير وطن تحسي بقيمتك وتحسي حالك انك منك غريبه للاسف. على امل يا زكريا ان نوصل لهيدي المرحله ونتقدر كشعب، لانه نحن على قد بنستاهل انه نتقدر. انا متفائل ان شاء الله ودمعتنا غاليه. شكرا لك الاعلامي زكريا فحام، شكرا لوجودك بصباح لبنان. مشاهدينا نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، طبعا ملتقانا يتجدد غدا صباحا بحلقه جديده ومواضيع جديده وضيوف جديد. خليكم معنا، باي باي.